لا زالت الأشواط تستمر، شوط ويتروه الآخر بهذا الانطلاق الممتاز وهذه الشعارات الرنانة الذي تواجدت لهذا اليوم لكي تحقق الناموس والانتصار. وها هو الشوط الرابع ينطلق بحفظ من الله ورعايته. نذهب إلى الصدارة ونذهب إلى المقدمة لكي نرى مرضي صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري هو من ينطلق بانطلاقة مرضي إلى الصدارة وإلى المقدمة. ثاني المراكز أرى القدوم من البصير، سعيد بن عبيد بن قطيان المري هو من يأتي بانطلاقة البصير على ثاني المراكز. ثالث المراكز شعار المريخي يتقدم بانطلاق وتحدي مزعل، زايد بن محمد بن خميس بن عويض المريخي أرى دخول من الجانب الأيمن وتسلل من الشارد. خالد بن محمد بن سيف بن زعل النعيمي هو من ينطلق بانطلاقة مزعل أو بانطلاقة الشارد. نعم رابع المراكز أرى الدخول والتسلل من مهاجر عبد الله بن دايل بن سيف بن دايل النعيمي هو من يتقدم بانطلاقة مهاجر. خامس المراكز ينطلق الشارد على المركز الخامس وينطلق خالد بن أو ينطلق هنا شهيد لزايد بن خميس بن عويضة المريخي هو من ينطلق على المركز الخامس. ها هي الخمس المراكز الأولى. ها هي الخمس المراكز الأولى أتممناه على مسامعكم وبكم نعود إلى الصدارة وإلى المقدمة لكي نرى ماذا الذي حصل وجرى وطرى على الصدارة وعلى المقدمة لكي ينطلق هنا مهاجر على المقدمة. عبد الله بن داير بن سيف بن دايل النعيمي هو من ينطلق بانطلاقة مهاجر بهذا الشعار الممتاز وهذا الأداء الممتاز. ها هو ينطلق مهاجر على الصدارة وعلى المقدمة. ثاني المراكز أرى القدوم وأرى الدخول من الشارد. خالد بن محمد بن سيف بن زعل النعيمي هو من ينطلق بانطلاقة الشارد وبتحدي هذا الشعار. ثالث المراكز يتواجد مرضي صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري. نتراجع قليلا لكي نرى المركز الرابع ونرى الانطلاق الممتاز لينطلق البصير سعيد بن عبيد بن قطيان المري. خامس المراكز معك يا النعيمي، معك ومعك يا نعم يا المريخي. نعم مزعل زايد بن محمد بن خميس بن عويض المريخي. ها هي الخمس المراكز الأولى أتممناه على مسامعكم للمرة الثانية وبكم نعود كما بدأنا نحو الصدارة ونحو الانطلاق. ها هو بن زايد ها هو بن دايل نعم يتصدر هذا الموقف، يتربع على الصدارة، يتربع على عرش المقدمة بانطلاق ذاتي بتحد ممتاز بهذا الانطلاق الذاتي. ها هو مهاجر يريد يهاجر بالانطلاق والنواميس إلى شعار بن دايل. ينطلق مهاجر عبد الله بن دايل بن سيف بن دايل النعيمي هو من ينطلق هذا الانطلاق الممتاز بينما المركز الثاني الشارد خالد بن محمد بن سيف بن زعل النعيمي هو من ينطلق على المركز الثاني. بينما المركز الثالث أرى القدوم من مرضي هو من يأتي على المركز الثالث بانطلاق وتحدي صالح بن حمد بن راشد آل بريص المري. لا يتغير أي جديد لكي نتحول إلى المركز الرابع وأرى الانطلاق من البصير سعيد بن عبيد بن قطيان المري هو من يتقدم بهذا الانطلاق الممتاز. خامس المراكز أتابع الانطلاق من قبل مزعل زايد بن محمد بن خميس بن عويض المريخي. ها هي الخمس المراكز الأولى أرى شعارات ما خلف دائرة الخمس المراكز
المراكز الأولى، تنطلق تنطلق وسوف يحن موعد دخولها عند الأمتار الحساسة عندما يدق ساعة الصفر عند أجواء الكيلومتر الأخير. ودوني مع البريص، ودوني مع انطلاق مرضي على الصدارة، يرضي الجماهير ويطمنهم بأن هذا الموقف سوف يتسيد مرضي. إن لم يكن للمشاركين كلام آخر يا البريص، حافظ حافظ على هذا المركز، تمسك بهذا المركز بانطلاق وتحدي مرضي. صالح بن حمد بن راشد البريص المري، بينما بين من علم يتقدم ليتقدم لبصير أو يتقدم الشارد خالد بن محمد بن سيف بن زعل النعيمي، ثالث المراكز بن دايل يتقدم مع مهاجر عبد الله بن دايل بن سيف بن دايل النعيمي، رابع المراكز بن قطيان يتقدم مع البصير سعيد بن عبيد بن قطيان المري، هو يتقدم بانطلاق وتحدي البصير، خامس المراكز مركز مع المحترف مكلف ينطلق على المركز الخامس فهد بسيف محمد المسعيد الخيارين. ولكن نعود الى البريص، دخلنا واياكم الى اجواء الكيلومتر الاخير. يا متاخرين الحقوا بركب المقدمه، الحقوا بركب الصداره، لا يزال البريص مرضي مرضي مرضي. كم الجميلك يا مرضي، وأرض البريص أرض بهذا الشوط الممتاز، لا يريد أن يرجع لعزبه إلا بهذا الشوط، بينما النعيمي قادم المحترف مكلف فهد بن سيف بن محمد المسعيد الخيارين، بينما الانطلاق خبير المضمرين وأيضا من سلامة قادم. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، المحترف يتسلل إلى الصدارة وإلى المقدمة، مكلف فهد بن سيف محمد المسعيد الخيارين، وابل 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 يا بابا 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 مكلف وابل ومكلف بالسلامة، روح يا الهاجر روح خبير المضمرين. ولكن المحترف خبير المضمرين يا بابا 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 وابل 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 وابل، روح يا بن سلامة روح، اذهب إلى الناموس، تهانينا وألف مبروك لمالك وابل راشد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري، تهانينا وألف مبروك لمالك وابل على الناموس والانتصار على المراكز. كان الوصول مكلف فهد بن سيف محمد أبو سعيد الخيرين دار المراكز. ياتي درب لجابر بن محمد بن ناصر آل بريد المري، خامس أو رابع المراكز. نعم كان الوصول من مرضي لصالح بن حمد بن راشد آل بريص المري، خامس المراكز.